الشغل يعني حتى في الناس ما بشتغلش في الناس كمان دول شفتوه في الكلاس اشتغلتوا ابيضوا فكرة بتحكي لي صور استنى استنى خلص خلص وفي فترة قلت لك اجت الفكرة من وحي معاناة القطط والكلاب في الشارع مما تلقيه من أضرار وتعنيف من الإنسان. يعني الصعوبات عندنا كتير صعوبات، صعوبات مجتمعية، مش دائما بنلاقي الدعم، مش بس المادي، الدعم النفسي برضو مهم في هذه الأمور. دائما يعني في انتقادات بتكون موجودة. في عنا كمان صعوبة في موضوع الأدوية، الطب البيطري مش كتير متقدم في غزة. كمان المكان عنا في صعوبة كبيرة، مش معناش مكان محدد انه نحط فيه القطط بشكل دائم. ترتيب التقسيم المجموعات والتصوير وظيفتنا كمجموعة شبابية انه نساعد حيوانات الشارع، طبعا الأولوية للحيوانات المصابة والحيوانات الصغيرة في العمر اللي ضايعة عن امها. بناخذ هاي الحيوانات وبنعرضها لدكاترة بيطريين لحتى نعالجهم ونعتني بيهم. بعد العلاج بضلهم تحت العناية عندنا، يعني تحت ايدينا لحد ما يشفى تماما، وبنعرضها للتبني لأي شخص ممكن يعني يتبناها. في الأعوام القليلة السابقة حدث في قطاع غزة اهتمام متزايد في الحيوانات الأليفة من قطط وكلاب، سواء كانت تربية منزلية أو الاهتمام فيها بدافع إنساني. نتيجة لظروف مختلفة تحيط في قطاعنا الحبيب، فيوجد بعض الصعوبات. بيجي على رأسها تحاليل مخبرية خاصة بتحاليل الدم بيحتاجوها غالبية مراكز البيطرية الموجودة في قطاع غزة. مشكلة كبيرة هي جراحات الخاصة بالعظام، نتيجة لظروف مختلفة من قلة خبرة، من قلة تعليم، من قلة إمكانيات. بنلجأ في كثير من الحالات العظام، بيكون عندنا الحل الوحيد هو حالات بتر.